واسمحوا لي هنا يمكن أن أتوقف إن يعني إحنا كدولة وكحكومة لما وضعنا رؤية مصر 2030 وخطة الحكومة تحت عنوان مصر تنطلق، كان أحد أهم مكونات هذا البرنامج هو هذا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، واللي هدفه مش فقط موضوع الحد أو التنظيم الزيادة السكانية، ولكن الهدف الأساسي هو الارتقاء بجودة المواطن، بجودة الحياة، والارتقاء بالعنصر البشري اللي هو قوام هذه الدولة. الدولة المصرية النهاردة أنفقت وبتنفق على حجم مشروعات كبير تجاوز 6.2 تريليون جنيه على مدار 7 سنوات الماضية، في عشرات الألوف من المشروعات اللي بتتنفذ في كل ربوع مصر سواء في الريف أو الحضر، بهدف فعلاً إن إحنا نعوض الظروف الصعبة اللي مرت بها مصر على مدار فترات ويعني وعقود سابقة، وتأخرنا في حاجات كتيرة نتيجة للظروف اللي مرت بها مصر. فالنهاردة إحنا يعني ما يتم تنفيذه على الأرض وبشهادة العالم كله، يعني بالرغم من كل الظروف العالمية الصعبة جداً، هو بجميع المقاييس هو إعجاز. ولكن على الجانب الآخر، هل النهاردة إحنا شايفين إن ده يكفي للدولة المصرية والمحاولة معالجة التراكمات السابقة؟ بالتأكيد مع ضخامة التراكم السابق، والأهم كمان والأصعب، الاحتياجات الحالية والمستقبلية اللي بتحصل مع الزيادة السكانية، الموضوع بيبقى يعني شيء شديد الصعوبة والتعقيد إن إحنا كدولة نقدر نتواكب مع حجم هذه التحديات.